مجلس الأمن الدولي يدعم خطة سلام جديدة في سوريا تبنتها للمرة الأولى خلال عامين روسيا والدول الأربعة عشر الأعضاء الأخرى، فيما مأساة السوريين جاءت مضاعفة في دوما. في قبر حفر على عجل، يقول الناشط براء عبد الرحمن إنه شاهد بأم العين أكثر من 100 من أبناء مدينته دوما يدفنون. أكثر من 100 شهيد، من ضمنهم أكثر من 35 طفل. وفوق الأرض في دوما أحياء حتى إشعار آخر. ففي هذه المدينة حصدت البراميل في مجزرتين استهدفتها في أسبوع واحد أكثر من 500 بين قتيل وجريح. مجزرة الأحد ارتكبت على بعد نحو 15 كيلومترا عن دمشق، حيث كان ستيفن أوبراين مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة يكون تصورا واقعيا عن الاحتياجات في سوريا، فروعته الاعتداءات على المدنيين وقال: هالتني أخبار الضربات الجوية وأصبت بالذهول نتيجة التجاهل التام لحياة المدنيين في هذا الصراع. سوريون أيضا عبروا عن ذهولهم، ولكن من تجاهل المجتمع الدولي لمأساتهم. وحمل الائتلاف المعارض من وصفه بالاحتلال الإيراني مسؤولية المجازر. لكن لماذا دوما؟ الجواب يقرأ من حرستا وقبلها اللاذقية، حيث تجاوزت المعارضة خطوطا حمرا بالنسبة إلى النظام. فمجزرة الأحد أعقبت تقدم جيش الإسلام إلى نقطة حساسة في محيط ما يعرف بإدارة المركبات في حرستا، ليصبح على بعد نحو 7 كيلومترات عن وسط دمشق. أما مجزرة الثلاثاء فأعقبت سقوط صواريخ جراد على اللاذقية. تجاوز الخطوط الحمر لم يقتصر على الميدان، فحيدر سليمان ابن اللواء بهجة سليمان السفير السوري السابق لدى الأردن رد على صفحته على فيسبوك ساخرا من هاشتاغ دوما توباد، فكتب: لأنها توباد، وأرفقها بوسم الوجوه الباكية من كثرة الضحك. إنه زمن سقوط الخطوط الحمر، زمن السقوط.